من اول يوم نحن وصلنا يعني تقريبا وصلنا قبل النازحين بشوي، فوكلوني بكل حدا نازح اني اشوف اموره شو بدها. نضلنا كل يوم نعمل دوره على الاوتيلات على الاخوات بالغرف كرمال ما يحسسوهم انه هن نازحين او هن بحاجه لشيء. ضيافه ابا الفضل، ضيافه العتبة العباسيه، ضيافه العراق مجملا، شعور بالامان، شعور بالطمانين، هذا الشعور ما حسيناه من قبل. كثير كثير كان استقبالهم حلو بالمجمع الفلاني، وكثير مرتاحين كنا على الاخر والله، كلهم شباب طيبين والعتبة العباسية ما قصرت من شيء. ونحن صراحة مش ناقصة علينا أي شيء، يعني حاسين حالنا ببيتنا، كل شيء مأمن لنا. بمجرد أي شخص عنده أي ملاحظة بتحسي إنه أنت مفضلة عليه، ومش يعني بشكل هني مش خجلانين، شخص عم يخدمك وخجلان وشو فيه يخدمك بعد. أي شخص إذا بيطلب طلب قبل يمكن قبل ما يكفي الطلب بيكون صار جاي لعنده. ثيابي، ألعاب، كل شيء جابوا. كل شيء يعطوني إياه. كنت مطمئن لأنه عارف إنه أهل العراق كل الكرماء وإحنا بنحبه كثير.